أولا المشاركة ديالي في ترشيح الأمانة العامة هو كنت تمنيت كيكونوا مرشحين أكثر من جوج، ولكن الترشيح ديالي جاء بناء على الرغبة ديال واحد العدد ديال الأطر والكفاءات اللي ترسخت لهم قناعة أنه لا بد أننا نتقدموا بمرشح بعد ما الأمين العام المنتهي ولايته قضى 32 سنة مشكورا على كل حال على العمل اللي قام به، نجح في بعض المهام، خفق كأيها الناس في بعض المهام أخرى، ولكن الحركة تزخر بواحد العدد ديال الكفاءات. كنت كنتمنى أنه كما قلت يكونوا مرشحين آخرين، ولكن هذه بداية. منذ 60 سنة ما عمر الحركة شهدت انتخابات ديال أكثر مرشح، كان قبل المؤتمر احنا عارفين شكون هو الفائز. اليوم الحمد لله كاين نسميها البداية ديال الديمقراطية الداخلية، تدشين عهد جديد ديال الديمقراطية الداخلية. واش كاين عملية سليمة كلها؟ طبعا كاين بعض الخروقات اللي وقفنا عليها واللي غادي يعني ندلو بها إذا دعت الضرورة لدى القضاء، منها مثلا أنه البرنامج والمشروع القانون الأساسي والوثائق كلها ديال المؤتمر أولا ما تسلمت ليش، وثانيا ما تصدقش عليها في المجلس الوطني اللي خص توجهلو استدعاءات 15 يوم قبل ما ينعقد. إذا تمرت مباشرة المؤتمر. ثانيا اليوم إذا شتي ليه كان عوض ما يكونوا الأسماء ديال المنتخبين ديال القاعدة الانتخابية أنه يدخل داخل القاعة ويصوت ويدار علامة أمام الاسم ديالو بأن صوت باش ما يديرش الصوت مزدوج، هاد العملية ما كايناش. هاد لي باج تانا تقطع لي على برا، ولكن ملي تدخل لهيه راه يمكن لك تاخذ جوج وراق ثلاثه وراق، وانا عاينت اللي خطا اكثر من جوج وراق، بمعنى انت يمكن تصوت هنا وتصوت هنا، هذا هو